بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله بغيت نصوب مركز طماطم وبغيت نشاركه معكم. راه كيجي زوين واقتصادي وكنتمنى يعجبكم ان شاء الله. ودابا غندوزو للمقادير. عندي هنا 8 كيلو ديال المطيشة، عندي هنا ضربة وحدة كبيرة، نتوما تقدروا ديروا 4 كيلو. راه غسلتها مزيان وعقمتها، درت لها الخل، دابا غنحيد لها هاد العويدات. بسم الله بسم الله بسم الله. كنقسموها على 4 بحال هكا، راه ما كنحيدو ليها لا زريعه لا قشره، راه كطحن وتصفى. كنحيدو ليها هاد البلاصه. مطيشة موجودة، علاش ما نستغلوهاش؟ عطا الله مطيشة تبارك الله والصلاة على النبي، الله يزيد في خيراته ويرفع علينا هذا الوباء يا ربي. كتجي زوينه وغنستمروا بحال هكا حتى نكملوا المطيشه ديالنا ونرجعوا معكم ان شاء الله. ها هي مطيشه من بعد ما قطعتها، راه قريبه تعمر لي هاد البرمه. دابا غنقطع الباربه. بسم الله. هاد الباربه راه سلقتها شويه باش نحيد ليها القشره. سلقتها غير من السلقة غير باش تحيد لها هاد القشرة ديالها. راه كتزيد لينا في الحمورية ديال المطيشة. بسم الله. كنطلق الصباغة ديالها. بسم الله. ها هي هاد الباربة رستها على مطيشة. دابا غنردها طيب، راه ما درتش ليها الماء ولا نقطة الماء. ها هي مطيشة من بعد ما طابت، ها هي كي تتجي، راه بالقشور ديالها بزريعتها. دابا غنجيب واحد الكاس باش نطحنها. بسم الله بسم الله. دابا غنجيبو الطحانة. بسم الله. دابا غنطحنوها ومن بعد غنصفيوها ان شاء الله. ها هي مطيشة من بعد ما طحنتها، ها كي تجي. دابا ما غاديش نصفيها،
نكمل هذه. دابا كنصفيوها دابا حنا كملتها كنبغي نصفي هذه شتي كي كتجي راه خاطره ومن بعد راه غنطيبوها ان شاء الله. هذيك البابا طحنات والقشور بقات لينا هنا غير الزريعه هي هادي. الزريعه ديالها هي اللي بقات لينا دابا هنا. بسم الله بسم الله. ها هي مطيشه ديالي شحال عطاتني هي هادي. دابا راه غنديرها طيب ان شاء الله. ها هي مطيشه كتجري راه كتجي زوينه وخاطره. بسم الله. عندي هنا نص كاس ديال الحامض، نص كاس ديال زيت الزيتون، عندي هنا الخرقوم وقزبر حبوب والملحه والفلفله حمراء هي تحميره. بسم الله. كنزيدو هذا الحامض على مطيشه، كنزيدو عليها زيت الزيتون، كنزيدو التحميره، كنزيد الملحه، عندي جوج معالق تاع الملحه، قزبر حبوب والخرقوم. اللي بغا يدير شويه الزعتر يدير الزعتر ماشي مشكل. دابا غنردها طيب. عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال النشا، نزيد ليها الماء باش نزيدها على مطيشه، كنحلها مزيان. بسم الله. ها هي مطيشه بدات كتختار شتي كي كتجي، كتجي زوينه وكتشهي. دابا غنزيد عليها هاد المعلقه ديال النشا اللي حليتها بالماء. بسم الله. راه قريبه طيب. وغنحركها باش ما تحرقش، ما تخليوهاش الا كانت بحال هكا، ما تخليوهاش الا قريبه طيب باش ما تحرقش ليكم. حين داك الماء راه كيتبخر وكتبقى لينا غير مطيشه. بسم الله. ها هي مطيشه ديالي من بعد ما تصايبات اشحال عطات. بسم الله. ديروها في هاد القراعي. الا بغيتو تولي خاطره اكثر من هكا غتخليوها طيب مازال وتستمروا في التحرك، راه كتولي عجينه كتجمل، راه كتعطي كميه كثيره. من بعد ما عمرت هاد القراعي جبت هاد البلاستيكات الصغار نعمر فيهم باش نديرهم في المجمد. بسم الله.
وحده غندير فيها شويه ونحيد منها الهواء. نعقدها بحال هكا راح يت منها الهواء باش تجينا وحده فوق وحده. دابا من بعد ما عمرتها هاد البلاستيكات راه غنديرهم في المجمد وحده فوق وحده، والقراعي راه غنسدهم ونديرهم في المطايب ونخلي داك الماء حتى يبرد باش يتسدوا ليا القراعي ما يدخلش ليهم الهواء. ونتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم وديروا لينا جيم وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. وبالصحه والراحه.